اللي غير ابكي وانقهر ابكي وانقهر، هات العب احسن اعمله. يعني هون تدمرت انا، هنيك متدمرين ولادي وعيلتي، شو بدي اعمل؟ أكيد رح يجوا، بمعي بلادي وجوزي، يعني ما رح يتركوهم أو يردوهم على لبنان، مستحيل. وعبقلك يعني شافوا جوزي والولاد طالعوه، طلع لعندي على المركب جوزي وحطني بالمركب اللي سحبوني فيه وجاب الولاد، بدي يعطيني إياهم قاموا ردوه، ما خلوا ردوه هو والبنت. يعني هاي اللحظة ما بنساها. ياخذوا مرتي، كانوا مخبرين قبل بوقت انه بدهم ياخذوا المره وبدهم يردوا يسحبونا ويدخلونا. فاخذوا المره، طلعت بدي اطلع، ما خلوني، دفشني، رجعني، بدي ناوله البنت كرمال انه بلكي بتفوت معها على المشفى، كمان ما خلاني، عيط نو رجع ردني. رجعت قعدت خلص، قلت هلا بيسحبونا.